وفي إطار محور التماسك المجتمعي، قالت دينا مقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه تمت مناقشة أهم المشكلات التي تواجه الأسرة بعد الطلاق. وأوضحت دينا المقدم أن ملف النفقة من أهم الملفات الواجب بحثها لضمان حصول الزوجة على نفقة عادلة. في الواقع ملف النفقة من أهم وأصعب الملفات، وأخطرها على الأطلاق في قانون الأحوال الشخصية، لأن للأسف العديد من الزوجات أو معظم الزوجات ما بيقدروش يحصلوا على نفقة عادلة مقارنة بدخل الزوج، أو ما بيقدروش يعملوا تحري دقيق عن دخل الزوج أو حصر دقيق عن ممتلكات الزوج. جميعها أمور بتعرقل عملية تحديد أو تقييم النفقة بشكل متوافق واحتياجات الأطفال والزوجة.